أصدرت وزارة المالية بياناً بشأن رواتب الموظفين وتأخرها. الوزارة أكدت التزامها بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أنها تقوم في الوقت الحاضر بإعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الأساسية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، وستقوم بعرضها قريباً على مجلس النواب. وستشمل الخطة زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي.